هذا وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية أن منهجية العمل الجديدة في قطاع السكن الاجتماعي أن منهجية العمل الجديدة في قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة قد أثبتت نجاحها كونها تولي الشراكة مع القطاع الخاص الأولوية في الخطط والبرامج الإسكانية على نحو يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقال معالي ستواصل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في توفير مبادرات تتصف بالمرونة العالية في هذا الخصوص بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات إسكانية فورية. جاء ذلك لدى تفضل معالي صباح اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين بافتتاح معرض التمويلات الإسكانية الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان بمجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 8 من نوفمبر الجاري. ويأتي معرض التمويلات الإسكانية كأحد المبادرات التي أعلن عنها هذا اليوم في فعالية الشراكة مع القطاع الخاص التي عقدت برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعريف المواطنين بالتمويلات الإسكانية الجديدة بعد إطلاق برنامج تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة مؤخرا. وبهذه المناسبة أشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة إلى أن التمويلات الإسكانية الجديدة التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مطلع أغسطس الماضي تميزت بتنوع أقراضها التمويلية وفتحت آفاقا رحبة أمام المواطنين لاختيار نوع التمويل الذي يناسب احتياجاتهم، منوها بنجاح تجربة برنامج مزايا في توفير أكثر من 11,000 خدمة إسكانية على مدار السنوات الماضية، مما شجع على التوسع في منح المواطنين تمويلات إسكانية متنوعة لتوفير السكن الملائم دون فترات انتظار. من جانبها أعربت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن شكرها وتقديرها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على ما تلقاه الوزارة من دعم لمبادراتها وسياساتها التي تحظى بأولوية المتابعة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معاليه. ولفتت إلى أن المعرض يشهد أيضا مشاركة واسعة من قبل عدد من شركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين، ويقدمون حزما من مشاريع الوحدات والقسام السكنية بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية التي يتم منحها للمواطنين. وأعلنت سعادتها أن بنك الإسكان سيقوم بعرض مخطط المسيان السكني حصرا على المواطنين الراغبين في الاستفادة من التمويلات الإسكانية، والذي يتكون من 260 قسيمة سكنية تقع في وسط مدينة ديار المحرق. وأكدت سعادتها أن الإقبال على التمويلات الإسكانية يشهد نموا متزايدا منذ طرحها في أغسطس الماضي. تحت سقف واحد تجتمع كافة الجهات المتخصصة في القطاع العقاري في البحرين من مطورين ووكالات عقارية وكافة الجهات والقطاعات التمويلية في البحرين ليعرضوا خدماتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التمويلات. اليوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من الوزارات اللي تشهد تقدم كبير على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص، وتتجه حاليا حق التوسع إلى هذه الشراكة. طبعا اليوم عندنا محورين، المحور الأول التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وإن شاء الله بإذن الله بيتم طرح 3 مناقصات. المناقصة الأولى بناء 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة، المناقصة الثانية بناء 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان، والمناقصة الثالثة إن شاء الله بناء 360 شقة في مدينة سلمان. المحور الثاني طبعا الحمد لله اليوم احنا سعداء بإطلاق معرض التمويلات الإسكانية في مجمع السيتي سنتر بالتعاون مع المطورين والشركات العقارية والمصارف المحلية. وطبعا المعرض يشهد طرح أكثر من 5,000 عقار كلها بأسعار تتناسب مع طلبات الاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية الجديدة اللي تم تدشينها في مطلع أغسطس من هذا العام. أحدث الطرق التمويلية الإسكانية التي يتم اعتمادها من قبل بنك الإسكان والبنوك المشاركة يتم طرحها من خلال المعرض ليتعرف الزوار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات على تلك الحلول المبتكرة والميسرة.
يأتي المعرض في سياق الترويج للحلول التمويلية من خلال خلق منصة من خلالها المواطنين يتعرفون على أنواع التمويل ويتعرفون على مصادر التمويل اللي هي البنوك المشاركة بجانب بنك الإسكان، ويتعرفون على المنتج الإسكاني المتوفر في السوق واللي يقابل هذه التمويلات. فاليوم المنصة تشكل يعني تستكمل دائرة الحلول للمواطنين. في المكاتب العقارية، في البنوك، وفي أيضا بنك الإسكان، وفي مشاريع تطويرية موجودة في هذه. فإحنا حقيقة دائما النادي بإقامة هالمعارض القصيرة وأيضا المعارض خلينا نقول التخصصية المختص فقط حق طرح مشاريع بنك الإسكان. في تساهل واجد حق إن هذا، والحمد لله أنا جيت وتيسرت أموري، وأنصح يعني اللي ما عندهم خبر ولا هذا يجون يعني دفع المعارض، لأن إن شاء الله راح تمشي أمورهم وتتيسر مثل ما أنا فتح لي باب فيه. ملتقى متميز يطرح العديد من الخيارات أمام المواطنين التي من شأنها أن ترتقي إلى تطلعاتهم وطموحاتهم في استملاك بيت العمر. يأتي هذا المعرض ليساهم في تعريف المواطنين بأحدث الأساليب التي تم ابتكارها لتطوير الحلول التمويلية التي تمكن الشرائح المختلفة من المواطنين من تحقيق تطلعاتهم في الحصول على السكن المناسب. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.